السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سارت أجواء شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية، حيث سجلت درجات الحرارة أواخر 40 درجة مئوية ولامست 50 درجة مئوية في بعض النطاقات المحدودة من المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية. نذهب الآن لصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح انتشار لكميات من الغيوم بدون فعالية في عموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الجنوبية، فيما سارت أجواء صافية في باقي المناطق. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم وخلال اليومين القادمين في عموم المناطق. درجات الحرارة خلال ساعات نهار اليوم تبقى شديدة الارتفاع أو شديدة الحرارة خلال ساعات نهار اليوم، خاصة في المناطق الداخلية من منطقة ينبع، حيث يتوقع أن تسجل أو تلامس درجة الحرارة 50 درجة مئوية في المناطق الداخلية من ينبع. أما بالنسبة ليوم الأربعاء بإذن الله تنخفض قليلا درجات حرارة مقارنة بالأيام الماضية، بالتزامن مع نشاط في سرعة رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار في المنطقة الشرقية، منطقة حفر الباطن والإحساء والمنطقة الشرقية من منطقة الرياض. لا تغيير أيضا على الحالة الجوية يوم الخميس، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة بالتزامن مع نشاط في سرعة رياح البوارح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في منطقة حفر الباطن وأيضا المنطقة الشرقية والإحساء. بالتزامن مع هذه الأجواء الحارة يتوقع أيضا أن تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار بشكل يومي فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا مرتفعات المدينة المنورة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. حتى تسود أجواء صافية مع حدود 30 درجة مئوية، المحسوسة 32 كنتيجة لارتفاع في نسبة الرطوبة السطحية، حيث تسجل 52%. أما سرعة الرياح تكون معتدلة السرعة بالمجمل. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 45 إلى 32 درجة مئوية، يوم الخميس تنخفض بدرجة واحدة فقط لتسجل 44 درجة مئوية بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ليلا تنخفض ل 30 درجة مئوية، تنخفض يوم الجمعة لتسجل 43 درجة مئوية مع استمرار لهبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، أما ليلا 29 درجة مئوية. ننتقل الآن للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك طقس صافي مع 37 إلى 23، سكاكا 39 إلى 25، وعرعر طقس صافي 40 إلى 24 درجة مئوية. نذهب إلى المنطقة الغربية نحو المدينة المنورة، حيث تسود أجواء حارة بالمجمل 45 إلى 32 درجة مئوية، جدة رياح نشطة مع 35 إلى 31، مكة المكرمة أجواء حارة 44 إلى 32، وزخات من الأمطار في الطائف مع 34 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في الباحة مع 32 إلى 22، فرصة لزخات من الأمطار الخفيفة في أبها 33 إلى 21، وجازان 38 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، تتأثر هذه المناطق برياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، أتربة مثارة في الدمام مع 42 إلى 32، رياح نشطة في الإحساء مع 46 إلى 31، وحفر الباطن 45 إلى 30 درجة مئوية مع أجواء حارة بالمجمل. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، أجواء حارة مع 45 إلى 32، بريدة 45 إلى 29، والتفرق لبعض الغيوم في حائل مع 40 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.